مشاهدنا الكرام مرحبا بكم مرة ثانية. يلا نروحوا للوصفة الثانية. إن شاء الله تكونوا تبعتوا القميرات ولا تشارك العريان اللي دادت سيدة هاجرة. دوك في نهاية الحصة حنقول لكم النتيجة كيفاش خرج. والوصفة الثانية راح تكون المغبر. هذه الوصفة سيدات الكبارات يعرف عزمان يعرفوه. وقاطو ساك برك نحطوا له شويه سكر كلاس بنين بزاف بزاف وسهل والمقادير تاعو بسيطه. يلا سيده هاجره وقبل ما تروح للمقادير نحب نحيي السيده بقاح ليلى. ليلى وي حبيبتي دونك نروح بالروح. سيده ليلى بقاح حبيبتك راهي هنا. وكذلك الشيف بشرى نحييها تحيه كبيره كبيره كبيره. يلا واش في هذا المغبر سيداتي؟ دونك عندنا 250 غرام 250 غرام تاع زبده ولا مارغرين تكون طريه. تكون طريه وقد ما تكون طريه قد ما تجي لي الخدمه سهله. تجي سهله سهله. وعندنا فيها اربع مغارف تاع السكر كريستاليزي. اربع مغارف سكر عادي. وعندنا ربع مغارف مايزينا ولا انشا. انشا عندنا بيضه واحده كومبلي بلس ان جون. صح ان جون. عندنا لافاني. عندنا باكي تاع لا ليفور بور 250 ان باكي دو ليفور كيميك. وعندنا قرصه ملح على الشيطان. فوالا نعاود لهم بالخف. 250 غرام مارغرين تكون طريه قد ما تكون طريه تكون تجيكم سهله الخدمه. ربع مغارف سكر عادي ربع مغارف مايزينا. وعندكم حبه بيض كامله زائد صفار وفانيليا مغرف وشويه تاع الخميره تاع الحلوه قرصه تاع الملح. وهذه حلوه الترك بور لا فارس. هذه باش نفارسيو بها. نفارسيو بها. وشحال نديرو فارينا؟ فارين كيف كيف. عينك يا ميزان. عينك يا ميزان. يلا نبداو على بركه الله, الله. ونروحوا نستقبلوا كذلك مكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سيده خديجه واش راكي؟ ام خديجه من بليده. ام خديجه اسمحي لي اسمحي لي. واش راهي خديجة؟ خديجه من بليده. الله يبارك. يا اخ فارس انا نحبك كيما نحب وليدي. الله يسلمك يطول عمرك. واش نزيد؟ الله يسلمك. عندي بنتي دارت المستحيل ما قدرتش تحطمك. خديجه من بليده. خديجه نحييوها. الله يسلمك. تحيه كبيره لخديجه. الله يسلمك وليدي. الله يسلمك تعيشي. شوف كل حاجه تخدمها مليحه. الحمد لله. كل حاجه تخدمها هايله. يطول عمرك. ولا اروع. بارك الله فيك. انا نحب الباذنجان بزاف كثر لي من الباذنجان. الباذنجان انا ثاني نحب باذنجان. الله يسلمك. اسمعي سير دوب باذنجان مدربل. اي والله. يا حوجي يا حوجي. انت كي تطيبها وين تطيبها؟ انا من الشاز ومتزوجه في البليده. الله يبارك. الله يسلمك. الله يبارك. انت دوك الباذنجان كي ديرها تغلي في الماء تعجبني. واش درتي فطور اليوم؟ اليوم واش درت فطور؟ ايه. اليوم خدمت شغل بزاف درت غير لي فخيت وشلايط. حي عليا. معليش معليش. خرفيها في العشاء. والعشاء واش راكي مع ولاد ديري؟ راني معوله على بو زلوف. الله اكبر. راجلي يحب بزاف بو زلوف والدواره. يا واقيلا نجي نتعشى. جوز مرحبا بك. بارك الله فيك. الله يسلمك. صحة والراحة. الله يسلمك وليدي. وعجبتك الوصفة الأولى تاع السيدة هاجرة؟ يا ودي يعجبني كلش واش تحط يعجبني. الله يسلمك بارك الله فيك. الله يسلمك. تعوشي تعوشي. ممكن إهداء صغير. يا الله. الأولى نبداو بها خديجة. الإهداء لخديجة من بليدة وليدها عبدو. ومريم وآدم. نسلموا على مريم وآدم تحية كبيرة لهم والسيدة خديجة. وليدها عبد الله. وليلى. وليدها عبد الله. وليدها عبد الله تحية كبيرة. وبنتي وخد أخرى. أها. رحيمة والزوجة تاعها عثمان وليدها سيف الدين. يا الله بارك الله فيك. الله يسلمك. هكذا باش ما يغيضهمش الحال. الله يسلمك وليدها سيف الدين. أنا عم سيدتي. وليدها رحمة ورجلها عثمان. أها. وليدها سيف الدين. دونك بنتك رحمة وليدها سيف عثمان. الدين. ووليدها سيف الدين. سيف الدين. يلا تحية كبيرة لهم. يسلمك ولوليدي خير الدين وبنته آلاء. يلا تحية كبيرة لسي خير الدين وربي يشد لك آلاء إن شاء الله. بارك الله فيك سيداتي يطول عمرك. ولا فارس يا درا واش درتيك وكنت نهضر. أنا درت لي 250 غرام تاع مارغرين. مارغرين. ربعة مغارف تاع السكر وزدت
ان اوف اونتي اي ان جون حبابيت كامله وصافا راه يتخدموا كامل مليح مليح باليد طبعا فوالا باليد بيان سور واش نزيدوا دركا نزيدوا لا مايزينا قلنا اربع مغارف ثاني اربع مغارف كيف كيف كيما السكر اربع مغارف يكونوا كبار فوالا نزيد شويه لافاني شويه فانيليا هكذا وعندنا لا ليفور كيميك ان باكي قلنا باكي تاع لا ليفور كيميك ونزيدوا لا فارين فارينا يلا ونخدموا كلش مع بعض ودركا نزيدوا فارين فارين ولا بات كيفاش تجي ما تكونش يابسه بزاف ما تكون يابسه ما تكون جاريه قسما نقدروا نخدموا بنخدموها فوالا باش كي نقشوها وهاد لاباط لازم نخلوها تريح هادي فيها لا ليفور دونك تقدر تخدمها توت سويت غير طميها غير طميها ونوصيهم ثاني ما تعجنوهاش لا لا هكذا بالاخر صبعتيكم برك صبعتينا برك نعاود لكم 250 غرام مارغارين ربع مغارف تاع السكر سكر ربع مغارف تاع مايزينا شويه تاع فانيليا كيس تاع خميره كيميائيه قرصه تاع الملح هكذا وفارينا وفارينا فارينا ما تكون يابسه لاباط ما تكون جاريه باش نقدروا نخدموها سيده هجيره كان هاني اكي كان هذاك كي تخدم الحلوات شغل تكون لازم واحد لاباسيونس واحد صح لازمك لاباسيونس اش يقول لها فن لازم الكالم لازم لازم لها لا ميوزيك سي تو لا ميوزيك باش تخرج شابه الحلوه موسيقى من موسيقى ثاني لا لا باش تخبل لك الخيوط في راسك لازم كالم باش الحلوه تجي شابه فوالا خويا مومو لا ميوزيك دوس كما قال فوالا زيد لي تخي بيان خلاص يلا نزيدو نستقبلوا ناس عين دفله السلام عليكم ام عبد الرحمن وعليكم السلام خويا فارس واش راكي ام عبد الرحمن لاباس الحمد لله انتماكم بخير صحه بخير سؤال عليكم واش راكم نتوما الحمد لله الضيفه تاعك هي مليحه والله السيده هجيره نعم راهي شوفي سمنا على عسل راهي النور الله يبارك الله يبارك الله يسلمك الله ينورك عيشك حبيت نستفسر خويا فارس ذاك القميرات اللي دارتهم قميرات ياك اي القميرات نعم اي شغل سمعتها قالت نديرهم في الفرن ونخرجهم نقطفهم في بياض البيض وايه لا 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 تخليهم تفضلي تخدميهم تخليهم للثلاجة نعم هذه ما سمعتهاش كي تخرجيهم من الثلاجة غادي يشدوا روحتيهم فوالا باش الخدمة تجيك متقونة يعطيك الصحة من بعد بياض البيض والمزهر واللوز هذاك الخشين الخشين فهمت اي خاطش ما سمعتش كلمة الثلاجة وعجبتني كي قالت لك شغل قبل ما تدورهم حتى هلال صافي عفسة هايلة ما كناش عارفينها فوالا هاني عطيت كلش يعطيك الصحة قبل ما تدوروها شكل تشاراكة خليوها يريح شوية ومن بعد باش تدوروا خدمي 10 حبات 15 حبة ومن بعد دوري عليهم باش تدوريهم يعطيك الصحة باش تبقى الحبة هكاك شابة تبقى تقعد لك شابه تقعد تولول يعطيك الصحه يا فارس وراني جربت الباذنجان بالفول ديجا انا اللي عيطت لك ديك المره راني جربته جاني هايل صراحه يا شحال نفرح بكم هكا نفرح بكم الحقيقه درته البارح اها وجا بنين والله غير جا هايل بالحاله حبيت نسقسيك على فلفل الدريس بك هذيك الفلفله اليابسه هذاك الفلفل واش تقولوا انتم في عند دفله احنا نقولوا لها الفلفل اليابسه تتباع ما نقولوش هذيك هي احنا نقولوا لها فلفل دريس ثم فلفل اليابسه ايه درت في الحق درت غير حمار ما بقيتش بصح ما تجابنيش ما تكثريش ثاني يجي حار بزاف ايه يجي صافي احنا نقولوا له شلو يجي مسك شغل ماهوش حار بزاف حار بزاف فوالا يعطيك الصحه وهنا جارتي دائما تقول نعيط لفارس وما حكمش وراه يتجرب في الحقيقه نعيمه دائما يتجرب البارح طفني الروز تاع اللي درت له بالروز بيشامل و الكراتان هذاك تاع الروز هذاك والله غير جا هايل بنين هذاك بنين الباذنجان وانت درتي الروز قلت لها انا درت الباذنجان وانت هي درتي الروز انا جايبينها مع الشيف فارس بصحتكم بصحتكم الله يسلمك جربت ثاني كنا هذيك تاع الطرشونه تاع الكروم هذاك ثاني جا روعة ما دارت له الحار جا هايل راكو تفنوا نستعرض بكم والله العظيم لا انا حلقة من رابوها يا بارك الله ولا فيكم ولا ما تسمعش ندوروها في اليوتيوب نعم
النهار اللي ما نشوفكش هكا اليوم نشوفك في اليوتيوب. يلا بارك الله فيكم. ايه هكا والله روعه روعه. الله يسلمك يطول عمرك. شكرا لك سيداتي. يعيشك. سلمي لي عليهم كامل ان شاء الله. يلا سيده هجيره. خويا فارس هاي لك لاباط تاعنا ما تكون جاريه ما تكون يابسه. شوفوا هاي لك. شوفوا زيدوا شوفوا. ما تكونش الاستيكي. فوالا ما تكونش. هاي لك. تكون بهذا الشكل؟ خبيان. دونك ما تعجنوهاش ردوا بالكم ما تطبوها. ما تعجنش تنطم برك. صدقوني ريحتها ولا اروع. هاي لك الصحة. يسلمك. شوفوا كيفاش تكون لاباط تاعكم. فوالا. خبيان. ما نكونش نديرو سيدة هجيرة؟ دوكا نوزنوا دي بول. يلا. فوالا. الميزان خليه لي ليا. فوالا. خسريش راسك شحال نديرو؟ 30 غرام. 30 غرام. 30 غرام. الله اكبر سبحان الله. عينك يا ميزان سبحان الله. تفضلي. والله فوالا نديرو معنا شويه فرينه. شويه فرينه يلا. فوالا نخدموها ندير النقاش ديالي كما قال. يلا وهاد الحلوه رايحين ننقشوها بالنقاشه. النقاش اللي ما فيهش سنان. اللي ما فيهش سنان يكون فرماش. يكون. تفضلي. نديرو لافون تاع وقلنا تفرسيوها بحلو الترك. ما نكثروش بزاف حلو الترك باش ما تجيش حلوه بزاف. حلوه بزاف وثاني ما يخرجلناش تقعد هكذاك باش ما تذوبش من بعد تخرج لكم. فوالا خويا فارس نديرها هكذا يا نطلعها هكذا. شو الغريبيه تاع زمان. اه هكذا هك شويه فرينه هكذا راكو تشوفوا ياك. فوالا هكذا ونحكم النقاش ديالي نبدا نخدمها نبدا من تحت. انا واش نسحق نسحق لي بيتال هادوما يخرجوا يخرجوا قد ما يخرجوا مليح. عطيك الصحه باش كي طيب في الفور تحبط يحبطوا يجي كومين غوز. انا هذا واش نسحق نسحق لي بيتال. الله الله عليك. يسلمك. الله الله عليك. فوالا ومن بعد نطلع من الفوق ثاني. المغبر. المغبر. باسكو المخرج يقول لي مسرول. قلت له المغبر. فوالا. ما شاء الله شوفوا شوفوا. شابه بزاف. مام لاباط راهي. ومن بعد كي ترشوا عليها سكر كلاص. فوالا. ما شاء الله. فوالا. هاي ليك. تخبي. ولا اروع. ولا اروع. هيا زيدي لنا وحده. هذا باش. عجبتك خويا فارس. هيا هيا. انا ما دوكا نقعد الليل كامل نخدم غير في هذا. عندك كوموند هكذا. نجي نخدمها لك. يلا. واش دير لي غير النقاش راني. هذه بالمناسبه بنتي هي اللي تخدمهم لي بزاف. واسمها؟ كنزه. كنزه. ربي يعاونك ويقدرك ان شاء الله. يسلمك. هي اللي في الحانوت كي تكون كوموند هي. ولازم نقول لهم بلي ماشي حاجه سهله. ماشي حاجه سهله صدقني. ماشي يعني ماشي تخرج لكم لا كونتيتي. بالحبه بالحبه والله. ولازم تفينيها ولازم توجدها ولازم تكون تقونه تكون شابه باش تردي وتكون يدك خفيفه سي بو سان. نقول لكم لازم الموسيقى ما باش واعره لا فيغيتي. انا دوك انا عندي 20 سنه فارس وانا في المهنه تاعي. الله يبارك. يسلمك. دونك شوفوا كيفاش راه يطلع فيها. فوالا لازم تطلع بيان باش هاد لي بيطال هادوما يخرجوا. يخرجوا باش باسكو كي تدخل لفوغ اللي خليتها بلات تروح تروح هكذا. مي هكذايا اي تحبط وميم طون الكارد لافون. فوالا اي الكارد لافون. وشحال نطيبوها في الفرن؟ 10 مينوت 10 دقائق. 10 دقائق باسكو ما فيهاش. وقبل ما ندخلوها الفرن نخليوها تريح. لا ندخلوها ديريكت مباشره غير نكملوا. غير نكمل ندخلها نعمر السنيوه تاعي وندخلها. واش قلنا شحال طيب؟ 150 160 160 10 دقائق 10 دقائق 60 درجه 10 مينوت 10 دقائق. فوالا. وقلنا النقاش اللي ما فيهش سنان. اه باش باسكو انا ما نسحقش تنقاش ولا انا نسحق لي بيطال هذوما. لي بيطال برك يخرجوا. فوالا باش كي طيب يحبطوا يديكم من اون غوز. يلا
يلا نزيدوا نستقبلوا مكالمة. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدة خديجة، واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. واش راهم ناس تلمسان؟ لاباس الحمد لله. معايا والله غير الحمد لله، الله يهنيك. الحمد لله. الحمد لله خويا. تفضلي سيدتي. صح خويا فارس. الله يسلمك يطول عمرك. صباحك كل شيء ولا أروع. نعم. الوصفات اللي سقتيهم لنا كل شيء ولا أروع. والله الحمد لله، أنتم تاني ولا أروع، بارك الله فيكم، كي راكو ديروا الثقة وراكو تجربوا وتنجحوا الحمد لله. لاباس الحمد لله. واش درتي الوصفة الأخرى، واش اللي صيتيها؟ صيت الأخر كسبنا، الفلون تاع الكراميل. أها. وخرج ولا أروع. يلا بصحتكم. بارك الله فيك. خويا باقي نقول لك، باقي نقول نعطيك أكسير أخر. بس تفضلي. بغيت تزيدوا نيميرو واحد اخر باش نعاود هكا كي ندير نعاود نحكموكم. واش ان شاء الله ما كاش مشكل ان شاء الله. وعلاش 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 لا حقيقة. ما كاش مشكل، بارك الله فيك، شكرا لك سيداتي. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، ان شاء الله كنت تبعوا السيده هاجر، عمليه سهله. سهله والله سخيا فارس، سورتو لاباط بركي تكون ما تكون جاريه ما تكون يابسه تعاون، باسكو الا يبست تتقطع. وشوفوا حلوه كما نقولوا بالطبع، ومقادير تاعها بسيطه جدا، وما تاخذش منكم وقت يعني كبير. فوالا بارك الله فيك سيده خديجه. قلنا نطيبهم على 160 درجه. هذه انا ما عرفت شكون هذه خديجه. روحي برك. قلنا 160 درجه. 160 10 دقائق برك، ونحيوهم ونخليهم يبردوا. فوالا ومن بعد نحكموا الصفايه سكر كلاص ونرشوا عليهم سكر كلاص غير شويه. اه والطياب ثاني ما يكونوش حمرين بلاه. انا قلنا 10 دقائق ما يكونوش حمرا بزاف. بارك الله فيك سيده خديجه، راح نكملوا انا وياك هذه الحلوه. قبل ما نروحوا فاصل، ام عبد الحق السلام عليكم. خويا فارس. وعليكم السلام، واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله، كيف الحال؟ والله غير الحمد لله، واش راكي انتيا؟ الحمد لله. اولا انا نشكرك جزيل الشكر خويا. بارك الله فيك. شكرا الضيفه الكريمه اللي راهي معك. سيده هاجر، انا اسمها هاجر، قلت لها خديجه سكتي برك. اه يا معليش. انا اقول لك خويا فارس، انا حببتني في المطبخ وفي الطبخ. الله اكبر. لاني عامله معناها كنت نجي فنيانه نتفنين. اها. لكن تعطيتني فعلا هذيك الرغبه هذيك اللذه نتاع اللي ندخل للمطبخ ونتمتع. شي فرح الحمد لله. الله يرضى عليك والله العظيم، غير فعلا حببتنا، والشيء اللي خلاك انا نظن تنجح وتحببنا الحمد لله هي هذيك الوصفات تاعك الاقتصاديه وفي نفس الوقت بمقادير مضبوطه الحمد لله، حيث كي نروح نديرها ننجح، معناها تزيد تعطيني الرغبه باش ندير وصفه ثانيه. الحمد لله. شكرك جزيل الشكر خويا. وانا ثاني نشكركم جزيل الشكر لانكم درتوا الثقه فيا وراكم تجربوا والحمد لله راكم تنجحوا. بارك الله فيك سيداتي، شكرا لك. يلا سيده هجيره. دوكا فارس نجيبو ان بلاطو. اها ونحطوهم. ويطيبو. ودو بريفيرس يكون بابي كويسون. بيان سور. اها. اه بيان سور. دابا باش ما ينحرقوش. يلا مشاهدينا الكرام، حنكملوا انا وسيده هجيره هاد المغبر تاعنا. نروحوا فاصل قصير، قعدوا معنا حنشوفوا النتيجه النهائيه تاع الحلويات اللي جبتهم لنا السيده هجيره. وما تنساوش المقروط تاع السنيه اللي درناه البارح، كان مازال ما طابش. اليوم ان شاء الله راه واجد، راح نوريكم النتيجه النهائيه بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، كما راكم تشوفوا الوصفات تاع نهار اليوم راهم حاضرين وجاهزين امامكم. بارك الله فيك السيده هاجره. كما قلت لك هاجره وعليك الكلام. اي سلمك الله ينورك خويا. هادو القميرات اللي درناهم الوصفه الاولى كما قلت لكم، شحال قلنا يطيبوا هادو السيده هاجره؟ 20 مينوت. شحال درجه الحراره؟ 160. 160 160 20 دقيقة. شوفوا اللون تاعهم لازم يكون هكذا، ما يكونوش محمرين بزاف بزاف، حيت تما يتحطم يولي يابس. وما يكونش ابيض بزاف ما شاء الله. والوصفه الثانيه المغبر، قلنا المغبر هذا الكتاب تخليوه يبرد وترشوا عليه سكر كلاص. سكر كلاص فوالا. بارك الله فيك يسلمك. وانا ثاني اليوم نقدم لك مقروط تاع السنيوه. يعني شوف فيها يهبل ما شاء الله. هاو لك هنا مشاهدينا الكرام امامكم. بعد ما تعسلوه تخليوه يبات يشرب العسيله تاعو مليح، وتقطعوه وتقدروا تصغروا وتقدروا تكبروا كيما تحبوا. كما تحبوا، شوفوا كما راهو امامكم.
نادي لك هذا المقروط لك سي باجي. الله ينورك يعطيك الصحة. اسمح صحة والراحة. يسلمك الله يسلمك يعطيك الصحة. وأنا نهدي لك التراك والمقروط. بارك الله فيك يعطيك الصحة. صحتكم. شرف لي كبير اللي جيتيني اليوم. الله ينورك الشرف لي تانيت اللي جزت معك يعطيك الصحة. المرأة الحديدية أنت هي المرأة الحديدية. إن شاء الله. بارك الله فيك. لازم يسلمك. قولي لي واسمو زوجك؟ يونس. يونس. سي يونس. عندك مرأة ونص و 25 بارك الله فيك نحييك تحية كبيرة 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 وولادك كاين جمال فاروق جمال وفاروق كنزة وأمل وكنزة كنزة يلا وأمل تحية تحية كبيرة للعائلة نتاعك سيدتي بارك الله فيك توعدينا تزيدي تجي إن شاء الله خويا فاروق ندير المرة الجاية الفانيك إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بارك الله فيك سيدتي تحية لك تحية كبيرة لك مشاهدينا الكرام كما راكم تشوفوا إن شاء الله تكونوا تبعتوا المقادير وجربوا ماكوش رايحين تندموا على بالي راح تنجحوا تبعوا برك واش قالت لكم سيدة هاجرة المقادير تكون مضبوطة على بالي أكيد راح تنجحوا إن شاء الله يلا مشاهدينا الكرام غدوة إن شاء الله الخميس الجمعة ان شاء الله تكون نهايه اسبوع سعيده راح نتلاقى بكم نهار السبت ان شاء الله بزوج وصفات كما جرت العاده ونفس القناه ونفس التوقيت من هذاك الوقت مشاهدينا الكرام تهلاو في روحتكم وتهلاو في صحتكم السلام